لنقاش هذا الملف ينضم إلينا من جنيف فرانكو عبد القادر الناشط السياسي. أهلا بكم سيدي. بالتزامن مع كشف موقع جلوبال نيوز الكندي عن معلومات جديدة ترصد شبكات غسيل أموال تابعة لحزب الله في كندا، كيف تقرأ هذا التحرك لحزب الله ضمن مساعيه لإيجاد طرق خاصة لتمويل ذاته بعد فرض العقوبات الأمريكية على طهران؟ أول شيء مساء الخير إليك وللمشاهدين الكرام. بالنسبة لحزب الله، هذا ليس جديد أن حزب الله يبحث دائما عن تمويل خارجي في كل بلدان العالم، إن كان في أفريقيا أو في أوروبا أو في أمريكا اللاتينية، والآن ربما كما يبدو قد عثرت الحكومة الكندية الآن على منافذ المخدرات التي يستغلها حزب الله لتمويل عملياته. طبعا هذا الموضوع ليس بجديد على الحكومة الكندية. حزب الله، الحكومة الكندية تعكف منذ ما يقارب 10 سنوات على مراقبة حزب الله ومراقبة نشاطاته، حيث اكتشف أخيرا أن حزب الله كان يستعمل هذا المال الذي الكثير الذي يجنيه من تجارة المخدرات حتى في شراء العقارات، إن كان في تورونتو أو في مدن أخرى، وهذا ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في تلك المدن. الموضوع أن فرقة الخيال الملكية الكندية، وهي بمساءة الشرطة الفيدرالية في كندا، قد وضعت يدها على الملف بعد تدخل أمريكي مباشر من الـ FBI ومن الإدارة الأمريكية لحث الحكومة الكندية على اتخاذ موقف حازم من عمليات تمويل حزب الله، إن كان عبر المخدرات أو عبر غسيل الأموال. كلنا نعرف أن هناك بضعة أشخاص في العالم يغسلون سنويا عشرات المليارات في جميع أنحاء العالم، وكانت بدورها تلك المليارات تحول لتمويل حزب الله ونشاطاته في لبنان وفي الدول العربية وغيرها. سيد فرانكو، بحديثكم عن هذا التحرك الكندي والأمريكي، كيف يفسر الموقف الأوروبي والصمت الأوروبي من عمليات الاغتيال والتهريب والمخدرات التي يتورط بها حزب الله؟ يعني كلنا نعلم أن الموقف الأمريكي الأوروبي واضح في هذه المسألة. الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية وضعوا اسم الجناح العسكري لحزب الله في عام 2013 على لائحة الإرهاب. طبعا في أواخر السنة الفائتة لندن بريطانيا وضعت أيضا كل حزب الله على لائحة الإرهاب. نحن نعلم أن هناك وحدة تنسيق الأمن الأوروبي المشترك التي تجمع كل الدول العربية الأوروبية وبريطانيا أيضا، يجتمعون من حيث المبدأ على الأمن حول أوروبا كلها، ونحن لن نستطيع أن ننكر أن هناك تحرك نوعا ما يتجه في ويصب في هذا الاتجاه، بأن حزب الله ربما وقريبا جدا سنسمع أن الدول الأوروبية سوف تضع كل حزب الله على لائحة الإرهاب وليس فقط الجناح العسكري. هناك تحرك، طبعا للأسف تحرك بطيء، يعني للأسف كما يقول المراقبين هناك تحرك أوروبي بطيء، ولكن متجه بهذا الاتجاه على وضع لائحة، على وضع حزب الله في لائحة الإرهاب، كل أجنحة حزب الله وليس فقط الجناح العسكري كما هو موجود الآن. نعم، إلى أي مدى ترى أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على حزب الله وإيران ساهمت فعليا في الحد من نشاطهما؟ نحن يعني سمعنا خطاب الشيخ نصر الله قبل يومين ربما البارحة عن أن حزب الله يعني تأثر، رغم المكابرة التي كانوا يسلكونها في السنة الفائتة وقبلها، حيث أن العقوبات لن تؤثر على الحزب بشيء وحزب الله لا يحول أمواله عبر البنوك وإلى آخره. الآن بدأ العمل الأمريكي والعقوبات الأمريكية تأتي ثمارها على العلن. أصبح يعني الخطاب قبل الأخير لحزب الشيخ نصر الله دعا بيئته إلى التبرع
بسخاء لحزب الله، وقال أن التبرع بالمال هو أيضا جهاد. طبعا العقوبات الأمريكية أثرت بشكل مباشر على نشاطات حزب الله، حيث حزب الله في الفترة الأخيرة صرح، يعني ترك صرح الكثيرين من المتعاقدين معه الذين كانوا يقبضون أموالا شهرية، رواتب شهرية منه، صرحهم خيرهم بين أن يبقون ولا يقبضون شيء أو يتركوا انتمائهم لحزب الله. وبالفعل هناك الكثيرين من الذين كانوا ينتمون لحزب الله تركوا مواقعهم، لم يعودوا يعملوا معه في إن كان في العلاقات العامة أو في تلميع صورته الإعلامية وغير ذلك. أما المقاتلين والمحاسبين لحزب الله فهم يقبضون أموالهم ولكن على دفعتين، يعني الرواتب تقسم على دفعتين، وهذا دليل واضح، دليل واضح على أن حزب الله الآن أصبح في مأزق مالي لا يستطيع إيطاله أبدا. وبالتالي هذا أثر بشكل كبير على عمليات الخارج، لأن القميص الذي كان يرتديه حزب الله قد طاق عليه، حتى أنه يقول البعض أنه أصبح بلا أكمام. نعم يعني حزب الله في الفترة الأخيرة ودخوله إلى سوريا والغوص في الحرب السورية، وسوريا كبيرة جدا كما نعلم، لم يعني ولفترة زمنية طويلة، هذا أدى أيضا بشكل مباشر إلى وضع حزب الله في مأزق مالي كبير. يعني حزب الله لم يكن يدرك أبدا أنه وبواسطة هذه الحرب ستعود عليه بخسائر مالية كبيرة، وهنا تأتي العقوبات الأمريكية التي نعم. تزيد تنبل على حزب الله. الحديث عن هذه العقوبات الأمريكية، ربما في الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تم التركيز على نقطة ضبط السلاح الذي يحوزه حزب الله. إلى أي مدى تظن أن الحكومة اللبنانية وباقي الأطراف وصناع القرار الفاعلين قادرين على الحد من السلاح الذي يحوزه حزب الله؟ عفوا، صناع القرار النافذين أين؟ في لبنان؟ في لبنان، نعم في لبنان. هل طيب، سيتفاعلوا مع الطلب الأمريكي؟ يعني كلنا نعلم أن للأسف أن اليد الطولة لحزب الله في لبنان هي النافذة، يعني يجب أن نضع الإصبع على الجرح ولا نختبئ وراء إصبعنا مثل ما بيقولوا. لا، حزب الله له الكلمة الأولى الأمنية والعسكرية وحتى السياسية في لبنان. يعني القوة الموجودة الآن لا تستطيع أن تعاند حزب الله في شيء، يعني ربما يستطيعون الصمود في مسألة سياسية تتعلق بالبيئة بالأشياء الاجتماعية ربما، أما في السياسة الخارجية وفي الامن والسلاح واعلان الحرب، وكما يقول ايضا يعني معظم طبعا الوزراء المشاركين في الحكومه، وهم نعم طبعا هم يعارضون التصرف، يعارضون هذا النوع من الحكم بوجود حزب الله، ولكنهم لا يستطيعون ان يعملوا شيء، ان يفعلوا شيء، ليس باليد حيله كما يقولون. يعني حزب الله لا يستطيع احد ان يقاومه في لبنان، يقاومه لأنه عنده السلاح وعنده العتاد وعنده الشباب المدرب. يعني حزب الله هو المسيطر الأول والأخير في لبنان أمنيا وعسكريا. يعني هناك باحة صغيرة من السياسة تستطيع الحكومة التصرف بها، ولكنها يعني للأسف لا تستطيع أن تتخطى الخطوط الحمر التي وضعها حزب الله. عشان هيك انا بقول لك انه الاغتيالات، يعني وهذا بدا بصراحه من وقت الاغتيالات اللي صارت، بدا حين اغتيل الشهيد الكبير رفيق الحريري، وكما عبر 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 عناصر صنفوا على انهم يتبعون لحزب الله. كل الاغتيالات اللي صارت اللي ما قدرت الحكومه اللبنانيه ابدا انه يعني تلقي القبض على الجاني، والاغتيال الاخير اللي حصل يعني للاسف الشهيد وسام الحسن هو كان الاغتيال الأكبر الذي أثر على المناورة التي كانت تقف بوجه حزب الله. يعني اغتيال وسام الحسن هو سبب كبير، هو سبب واضح
للمناوئين لحزب الله على أن لا يستمروا في ذلك. هذه كانت انطلاقا رسالة من كبيرة. ذلك سيد فرانكو، انطلاقا من هذه الرؤية حول سيطرة حزب الله على السلطة في لبنان، إلى أي مدى تظن أنه سيورط لبنان أو يقوده إلى ربما أزمات مع واشنطن؟ يعني النظام المالي في لبنان ومصرف لبنان المركزي يتقيد بالخطوط العريضة والخطوط الحمراء التي وضعتها الإدارة الأمريكية، وخاصة بعد التلويح لعقوبات كبيرة على لبنان. نحن بنعرف إذا لبنان عاند أمريكا بهذا الموضوع، الإدارة الأمريكية وإدارة ترامب، فما في لبنان يصمد أكثر من أسبوع أسبوعين وبينتهي كل شيء، ببطل لبنان بيقدر يدفع لجيشه، لقوى الأمن، المؤسسات الأمنية تفرط كليا إذا ما حول لبنان بالموضوع المالي معاندة الإدارة الأمريكية في ذلك. حزب الله يدرك ذلك جيدا، وهنا حزب الله يعني يغمض عينه قليلا ولا يتدخل في هذا الشأن، لأنه يعرف أن سقوط لبنان هو سقوط حزب الله أيضا، لأنه هو المسيطر. يعني طبعا الشخص ما بيفضل أنه يسقط شيء هو مسيطر عليه، عشان هيك حزب الله عم بيحاول قدر المستطاع أنه كمان يخلي الدولة اللبنانية واقفة على إجريها، منشان إذا سقط النظام في لبنان يسقط حزب الله. ومن هنا تعول واشنطن. يعني لا يخفى على أحد أن الإدارة الأمريكية وحلفائها ربما يرغبون في والله اعلم في انهيار كامل للدوله اللبنانيه لكي يسقط حزب الله، لانهم يعني هم لن لا يريدون التفتيش على ابره في كومه القش، بل يريدون حرق الكومه كلها، وهذا اللي متضح. طبعا العقوبات الامريكيه رح تستمر، حزب الله لن يستطيع فعل اي شيء، لان معانده أمريكا في هذا الموضوع ستقضي حتما على الحكومة اللبنانية، على الدولة اللبنانية، ومن ضمن حزب الله. شكرا جزيلا لك فرانكو عبد القادر الناشط السياسي اللبناني، كنت معنا عبر سكايب من جنيف.